اياد، انا قررت ادي ورقه الجواز لمريهان. اشمعنى بقى؟ عشان من حق اللي في بطنها ياخد اسم ابوه. وعارفه ده بقى معناه ايه ولا بتتكلمي خلاص؟ عارفه، ومش هرتاح ولا هعرف انام الا لما اعرف ان كل واحد اخد حقه. انا والله العظيم ما عارف طلعت بايه يا اياد؟ طلعت بحته البتاع دي اللي انا مش عايزها ولا عايز اسمع سيرته ولا عايز حاجه عنه، اهي البتاع ايه يعني؟ دهب فلسه فلسه زي بالظبط. لا، الاتيكيت بتاعت ابوك دهب مطلي نحاس. اختك قلقان عليك. ورد في الاخبار ان في واحد من ضحايا النصاب بتاعك ده اللي اسمه وجيه، الراجل ما قدرش يستحمل ان فلوسه تضيع منه، رمى نفسه من العاشر. يا ابني الايه؟ بقى انت كنت مبدل الشقق عشان توصل لفلوس النصاب؟ لسه. لو كنت اعرف الرقم السري للخزنه كان زماني فتحتها بنفسي وخدت اللي فيها. امال مين اللي فتحها؟ مراته. هتعمل ايه؟ هتسرقهم من مراته؟ لا، هتجوزها. مامي بس تنساني عملت لي ايه؟ انت عايزه مني ايه بالظبط؟ من ساعه ما جيتي وانت شغاله على بنتي وعلى جوزي، قولي لي، عايزه تخلصي مني انا كمان؟ انت فعلا مجنونه. هي صافي خلصت من مين قبل كده؟ الو، ايوه يا حوريه، ركزي معايا كويس واسمعيني. لو هشام كلمك وسالك صافي خلصت من مين، قولي له انها خلصت من البيبي. انت متاكده يعني يا مدام صافي ان هو دور برد؟ اصل دور البرد ما بيدوخش. انا الدوخه دي بقالها كذا شهر بتجيلي شويه كده وهتروح. اقطع دراعي اما كانت صافي دي حامل. انا جيت قبل كده كتير وادوني مواعيد ولطعوني على الليست، بس انا حاله اخويا متاخره، ولما سمعت ان انتوا عاملين علاج للسرطان بالمجان قلت اكيد هتساعدوني. والنبي تشوفي لي واسطه عشان الحق اخويا قبل ما يودع. طمنيني. كنت متأكدة إنك بنت ناس. مفيش حد عنده عربية ويسأل على علاج مجاني. عامة أنا عارفة أنتوا مين. ما تخافوش، سركوا كبير. أنا من زمان كان نفسي الجرايد تشم خبر عشان تفضحها. الجرايد؟ ليه؟ هو أنتوا مش صحافة ولا إيه؟ واخيرا يا هشام، اخيرا هوصل للسمية. قول اخيرا بقينا نفكر سوا، نتحرك سوا، اخيرا بقينا واحد. وهنفضل واحد لاخر يوم في عمري. يلا يلا. الو، صافي حامل؟ طيب طيب خلاص خلاص، سلام سلام. في حاجة؟ يلا يا هشام قبل ما حد من الجيران يشوفك. لا لا، ادخلي انت، انا رايح مشوار وهرجع على طول. مشوار ايه؟ أنا مش مصدقة إن من وسط كل الناس اللي عرفها أنت الوحيد اللي تقف جنبي. مستغربة ليه؟ دي كنت فاكرة إن مش بني آدم ولا إيه؟ آه لا، مش قصدي، بس اليومين اللي قعدتهم معاكوا خلوني أعرفك بجد. واضح إن زينة كانت قايلة لكوا كلام تاني عني. مني ايه بالظبط؟ من ساعة ما جيتي وانت شغالة على بنتي وعلى جوزي، قولي لي، عايزة تخلصي مني انا كمان؟ انت فعلا مجنونة، مجنونة. خلصتوا من مين يا صافي؟
تصدق كلام مراتك؟ دي مجنونة. لا لا، أنا وأنتي عارفين إنها مش مجنونة. وساعة ما قالت لك خلصت من حد قبل كده ما كانتش بتخرف. أنتي نفسك اتهزيتي. مخبيين إيه يا صافي؟ مش قلتلك وكنت ناوية تضيعي كل حاجة عشان واحدة كدابة زي دي؟ والنبي مش وقت تقطيم فيا يا اياد، بجد اللي فيا مكفيني. معلش، الحمد لله ان انت كشفتي كدبها بدري برضو. وكشفت كدبتي انا كمان، بس للأسف متأخر قوي. انا رحت العمر. قلتيله؟ وقالك ايه؟ ولا حاجة، بس عينيه قالت كل حاجة. معلش اللي حصل حصل، خلينا في اللي جاي، شغلك أهم من أي حاجة دلوقتي. أنا بحبك. مش عايز أتجوزك عشان أخلف منك، أنا عايزك أنت. مش هيجي يوم تندم؟ هندم لو جه يوم أنت مش معايا فيه. عليا ليه طيب؟ مالك؟ فيك ايه؟ مال وشك؟ طيب استنى هجيب لك ميه تشرب. ناوية تسميني المرة دي؟ ليه؟ للدرجة دي انا وحش؟ الدرجات طلعت الشيطانة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقوله. كفايه كده، كفايه كده، كفايه كده، كفايه. انا لسه جاي من عند صافي في البنسيون وقالت لي على كل حاجه. انتوا ازاي كده؟ انت ازاي قدرت تعملي كده؟ هنا في ايه؟ ازاي قدرتوا تعملوا كده؟ ازاي؟ قربنا من بعض، عارف انك حاولتي تقتليني، حاولتيش تاني ليه؟ حاولتي وفشلتي، هتحاولي تاني امتى؟ النهارده؟ بكره؟
مش حقيقي، مش حقيقي، الكلام ده مش حقيقي. لو انا كنت عايزه اقتلك من ساعه ما رجعت كنت عملت كده، ما حدش كان هيعرف. انت مظهر كل الناس ميت. ولو قتلك دلوقتي ما حدش هيشك في ميت. ايوه بس انا ما عملتش كده. رجعت في كلامك؟ ضميرك صح؟ لا، عشان انت رجعت حد تاني. هشام بتاع الفيوم خلاص مات. هشام اللي كان بيهددني انه ياخد مني بنتي مات. هشام اللي كان معيشني في رعب وضغط خلاص راح. اللي قدامي دلوقتي راجل تاني، حب جديد وحياه جديده، عشان خاطري ما تضيعهمش. انت اللي ضيعتي كل حاجه. عمرك ما حسستي انه في مشكله، عمرك ما اعترضت، عمرك ما قلت حاجه. طول الوقت ما حسساني انه المشاكل اللي بيننا مشاكل زي اي اتنين زفت متجوزين. عمرك ما حسستي انه المشكله اللي بيننا ممكن توصلك لتقتلين. خلاص يا زينب انت ضيعتي كل حاجه. لا عشان خاطري ما تقولش كده. انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. انا عرفت غلطي خلاص. انا كمان بقيت واحده تانية. انا بقيت عارفه ازاي اقرب لك، بقيت عارفه ازاي اخليك تسمع لي وتحترم عقلي. اللي حصل في الفيوم زي ما غيرك غيرني انا كمان. انا عارفه ان اللي حصل بشع جدا، مستحيل انك تنساه او تسامحني عليه، بس والله العظيم اللي حصل ده هو اللي قربنا من بعض عشان خاطري. مش هقدر، مش هقدر اقتلك زي ما قتلتيني. مش هقدر، مش هقدر احس معاكي بقى، مش هقدر اعيش معاكي. هشام، هشام استنى، هشام ما لقيتش شربات بقى. والله كان نفسي اجيب لكم. يعني انا فيها ايه؟ هتنزل تجيب شربات؟ هننزل بس نروح المأذون الاول، بعدين نشوف موضوع الشربات ده بعدين. مأذون؟ انت اتجننت؟ حورية امشي ورا كلامي مرة واحدة بس. دوسي بقى يا حورية، خير البر عجله. لا ده انتوا الاتنين اتجننتوا. طب استنى ان احنا نجهز. بقول لك ايه، انا مش هسيبك تضيع الفرصة دي مرة تانية. تنزلي معايا دلوقتي ونكتب الكتاب وبعدين نبقى نجهز براحتنا. انت بتهزر. مش وقت تليفونات خالص على فكرة. عندي زوزو. هاي زوزو، مالك في ايه؟ طب اهدي فهميني في ايه؟ ايه؟ طب انا جايلك حالا حالا. جايلها فين؟ سامحني بليز، انا بجد لازم امشي. انا اسفة، انا اسفة بجد. عمري بحبك. اهلا وسهلا، نورتوا البنسيون كله. ده هي هتفرح قوي بيكم. انتوا في الاخر ملكوش الا بعض. اه والله. اتفضلوا اتفضلوا. اهم صحاب الجمعة هم يا حبيبتي. خلوا بالكم منها بقى. انتي ايه؟ فهميني انتي ايه؟ يا زينة بلاش فضايح. في ايه؟ حصل ايه؟ يا بجعتك! انتي ايه؟ صعبان عليكي تشوفينا مبسوطين وانتي قاعدة كده؟ قلتي تهدي المعبد على اللي فيه، رايحة تعترفي علينا لهشام؟ ما كانش قصدي. انتي بتستعبطي، سيبيني عليها يا حورية! بس انتي كنتي بتفكري ازاي؟ ها؟ كنتي بتفكري ازاي؟ هو اللي جه وسأل. اه ايوه، يعني تعترفي انه جه هنا وانك قلتي له كل حاجة. ما كانش قصدي. ولا كلمة! احنا جايين بس نقول لك ان احنا مش عايزين نشوف خلقه اللي خلفوكي تاني، ومفيش مكان هيجمعنا غير الزنزانه، فاهمه؟ حرام عليكوا، حرام عليكوا. حرام عليكي انت بقى يا شيخه، ربنا يهدك. تعالي يا زينب. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب انت العاطي الوهاب وانا عبدة ضعيفة ملهاش في الدنيا غير ابن جالها بعد عذاب. يا رب انت لوحدك اللي عارف هشام بالنسبة لي ايه. بس انا مش هزهق ومش هيأس من رحمتك عشان انا عارفة انك انت هترجعهولي. بس والنبي يا رب والنبي تعجل برحمتك. انا خلاص مبقتش قادرة استحمل. نفسي اسمع خطوته اسمع خبطته على الباب. انا حافظاها كان بيخبط خبطتين ويسكت والخبطه الثالثه كنت بفتح له. ازيك يا ماما؟ يا بنت ايه؟ برضه ما بتردش؟ مع ان هي اللي مأكده عليا الميعاد امبارح. مش قلت لك انها مجنونه؟ بص. طب وبعدين؟ احنا مش كنا خلصنا من حوار الشيك والمحامي بتاعهم قال ان هو مش معاه والجلسه عدت وكله تمام؟ ايه بقى اللي جد؟ الجلسه لسه ما اتحكمش فيها يا امير. وطول ما صافي معاها الشيك يبقى لسه في خطر. طب ايه اللي فكرها بيك؟ هتلاقيها اتعذرت لها في قرشين ولا حاجه. انا بس اللي مجنني هي اختفت تاني ليه؟ تلاقيها عرفت راجل جديد عشان يصرف عليها. بكره ينطرها وترجع لك تاني. يا اخي النسوان دي فاكرين الراجل ده ايه؟ عفريت مصباح علاء الدين؟ أنا بحلم؟ لا يا حبيبتي أنا عايش. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي الحمد لله على السلامة. أنا قلبي دايماً كان بيقول لي إنك أنت عايش.
الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب، الحمد لله. لكن قولي انت جرالك ايه؟ انت كنت فين؟ قولي انت متصاب؟ لا لا يا ماما انا كويس، انا كويس. ولما انت كويس ليه سايبني؟ قلبي هيموت عليك. اه اسم الله عليك، معلش يا حبيبي وجعتك حقك عليا، معلش. بس برضو قولي انا مش فاهمة، انت اتخبطت في دماغك ففقدت الذاكرة؟ ذاكرة ايه يا ماما؟ لا انا كويس. طب يا حبيبي لما انت كويس ليه سايبني بالشكل ده قلقانة عليك؟ عشان كنت خايف عليكم من سمية. هو انت اتجوزت على مراتك يا دنايا؟ اتجوزت ايه يا ماما؟ ماما ارجوكي انا تعبان، خديني في حضنك زي زمان. تعال يا حبيبي في حضن امك، الحضن اللي مش هتلاقي احن منه عليك لا عند زينة ولا عند سمية. هي مين سمية دي؟ هحكي لك، والله هحكي لك. وضبتي الشنط؟ ها؟ فين شنطتك وفين شنطة كارما؟ زوزو فين كارما حبيبتي؟ لبستيها خلاص؟ زينة هي كارما نايمة؟ لو نايمة لازم نلحق نصحيها قبل ما البوليس يطب علينا. ما بقتش فارقة خلاص. لا يا زينة ابوس ايدك، مش وقت الكلام ده. تلاقي دلوقتي يا شامي عم بيبلغ علينا وامر النيابة هيطلع في اي وقت. هو المطلوب مفيش حل غير اننا نهرب. اعرف فين بس بكرمة؟ اربيها ازاي ومنين؟ ده لو بس فكرت اسحب فلوس من البنك هيتقبض عليا. لا ما تقلقيش ما تقلقيش. انا معايا اللي كافينا احنا الاثنين، هبقى اشرح لك بعدين. المهم ان احنا نلحق نمشي من هنا بسرعه. والله يا زينة عشان خاطري، عشان خاطري. امشي انت يا حوريه، انا استاهل كل اللي بيحصل لي. انا مش ههرب تاني خلاص، انا قضيت عمري كله بهرب من المواجهه. اللي عملناه في الفيوم اصلا كان هروب من المواجهه. عارفه لو كل واحده فينا بس واجهت مشكلتها بشويه عقل كنا اكيد نلاقي حل تاني. كنت جاي تقلي دلوقتي؟ اه انا مش عايزه حاجه من الدنيا غير جوزي وبنتي، ومش هبوظ حياتي تاني. يا اما هعيش سعيده معاهم يا اما هموت بعيد عنهم. انا مش ههرب يا حوريه. بعد اللي حكيته لك عن سمية اكيد فهمت انا كنت خايف عليكي ليه. سامحيني يا ماما. ده انا يا ابني اللي عايزاك تسامحني على اللي عملته في مراتك وانت غايب. بس انا كنت معذوره، هي كان شكلها مش طبيعي، تصرفاتها مش طبيعيه، وكمان صحابها اللي كانوا معاها دول كنت حاسه ان هما بيعملوا حاجه غلط. ما زعلتش عليا طبعا. بص يا ابني انا ظلمتها مره ومش عايزه اظلمها التانيه. اوقات كنت بلاقيها لابسه ومتشيكه وخارجه كانها كانت في سجن وجالها افراج، واوقات تانيه كنت بلاقيها قاعده في اوضتها بالساعات بتبكي. كنت بشوف اوقات حزنها، واوقات تانيه كنت بحس ان هي مش فارق معاها الدنيا باللي فيها. مش عارفه يمكن كانت بتحاول تنساك، لكن انا طبعا من خوفي وقلقي ورعبي عليك كنت بفسر تصرفاتها دي تفسير واحد بس، ان هي اللي قتلتك. تفتكري سهل ان الست تفكر تقتل جوزها؟ لا طبعا مش سهل. مثلا انت وبابا كنتوا دايما بتتخانقوا، عمرك ما فكرت تعملي كده؟ الله يرحمه بقى، لكن انت ايه اللي فكرك بالحاجات دي؟ ده ابوك ميت وانت يا دوب عندك 7 سنين. بس انا لسه فاكر، وفاكر لما كان بيمد ايده عليكي. بس معقول الست تفكر في القتل؟ في الخلاص. الست ساعات تحس ان هي عاجزه، عايشه مع واحد لا هو بيحبها ولا هي بتحبه، وعاجزه على انها تسيبه او حتى تقعد معاه. لكن بمجرد ما بتشوف عيالها وتشوف ضحكتهم بتنسى كل حاجه حبيبي، وبتعيش والحياه بتستمر. قمت ليه يا حبيبي؟ رايح لكرمة، ضحكتها وحشتني. طب استني حبيبي انا هلبس بسرعه واجي معاك، انا ما صدقت لقيتك. لا يا ماما راجع لك بكرمة. ارجع
يا زينة ما تساعديني حبيبتي، مش عارفة لم حاجتك. زينة الوقت بيعدي حبيبتي، ما ينفعش اللي في دماغك ده لسه في دماغك. قلت لك امشي انت يا حورية. مش همشي واسيبك يتقبض عليكي، احنا ابتديناها سوا هنكملها سوا، مش ده كان اتفقنا؟ وهو اللي بيحصل ده من ضمن اتفاقنا؟ عموما لو كان هشام مبلغ كان زمانه اتقبض علينا. صحيح انا مستغربة قوي الموضوع ده، تفتكري بيفكر في ايه؟ طب انت بتفكري في ايه؟ تفتكري هيرجع؟ هيحاول يقتلك؟ انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ يا زينة تكوني بتفكري بس تخلصي منه تاني؟ انتي اتجننتي؟ انا اعمل كده في هشام؟ ايه؟ بتبصيلي كده ليه؟ هو انتي شايفاني زينة بتاعت الفيوم؟ هو انتي نفسك حورية بتاعت الفيوم؟ طب قوليلي، انتي ممكن تعملي كده في عمرو؟ ومال عمرو ومال اللي احنا فيه ده دلوقتي؟ افرضي انه عرف وراح بلغ عننا، ها؟ هتقتليه؟ طبعا لا. اشمعنى؟ علشان عمرو ما عمل فيا حاجة تستاهل كده، وبعدين عمرو بيحبني وهشام كمان بيحبني، هشام اللي رجع من الموت بيحبني وانا بحبه ومستعد اموت بس هو يعيش، فهمتي؟ يا رب يا حورية انفدي بجلدك، وانا لو كان في امل 1% ان هشام يرجع ويسامحني هغامر واستناه. هشام انا ممكن تمشي من هنا؟ امشي واسيبك لوحدك معاها؟ لا يمكن. امشي يا حورية. انت مش خايفة مني؟ اخاف من جوزي؟ شوف كرم. شفتها. لما تصحى خدها ونعيش مع ماما. بحب الناس الراقية. تعالى تعالى. غدا مين ده؟ غدا وده 16. صافي؟ اه صافي. هي فترة؟ ولا افطار ولا غدا ولا فتحت اوضتها من امبارح، كانت قالت لنا بدل ما احنا نازلين طالعين كده. بس انت هتقعد تقول لي تعالى تعالى، سيب الغدا هنا انا هطلعه لها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم انت هتنط لنا كل شويه بقى؟ مش قادر على بعدك يا بت. طب بركه انك جيت بدري، اقف مكاني على بال ما اطلع اشوف صافي مش عايزه تاكل ليه. صافي مين؟ اللي في اوضه 16 يا بسيوني، انت لسه ما صحتش؟ لا اله الا الله. مدام صافي